بات فيروس كورونا يشكل هاجسا لإلغاء الكثير من الفعاليات الرياضية على المستوى الأوروبي وأيضا المستوى في بعض الدول الأسيوية التي اكتشفت لديها عدة حالات، مما ستصعب استئناف الموسم الرياضي لديها وأسفرت عن تأجيل بعض المباريات وتعليقها لإشعار آخر. حديث جاتوزو في نهايته كان الحديث عن كورونا الذي بالتأكيد يعني لقوا بعض الحالات في إيطاليا، وعلى إثرها تم تأجيل 4 مباريات في الجولة الماضية. نعم، الضربة في إيطاليا جاءت مفاجأة، يعني من لا شيء إلى حالة هلع، يعني خاصة في إقليم لومباردي. فالآن في إيقاف لكرة القدم تقريبا في شمال إيطاليا كلها، إيقاف للمدارس حتى وإيقاف لكل المرافق العامة. فمسألة تيجي واضح إنه هذا الفيروس، طبعا شيء بنتمنى الشفاء لكل الناس منه وبنتمنى السيطرة عليه بأقصى وقت ممكن. شوف، إذا بنتكلم عن تأجيل مباريات فهي ليست على المستوى الدوري الإيطالي فقط، في أوروبا بدأت في إيطاليا بعد اكتشاف 79 حالة وحالتين وفاة في 11 بلدة. فالموضوع ممكن ينتشر بسرعة في أوروبا. هني الخوف إنه ينتشر بسرعة، خصوصا أن دول الاتحاد الأوروبي التنقل فيها سهل جدا. نعم، الآن هي المسألة مخيفة، يعني حتى يوم أمس كان في تصريح لوزير الصحة الفرنسي بدأوا يستعدوا أنه لو انتقل إلهم من إيطاليا، لكن في إجراءات أعتقد الدول كلها جاهزة لهذه الخطط من الطوارئ. الحالة واضحة أنه الناس عندها قلق، إيطاليا يبدو أنه كان في نوع من الغفلة أو نوع من منطقة معينة استهانت في الموضوع، اعتقدت أنه إنفلونزا أو شيء فانتشر بضربة قوية، كان إيقاف كل التجمعات. الآن في تفكير بلعب الدوري بلا جمهور أو عدم لعب الدوري أساسا. شوف، يعني الأخبار الأخرى، يعني طبعا هناك طبعا تأجيل مباريات الدوري، تأجيل بدء الدوري الكوري الجنوبي، عندنا تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي اللي حدثت بالأمس. رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي يدرس إمكانية تأجيل مباريات الأسبوع القادم أيضا بعد اكتشاف 79 حالة. تأجيل مباريات الدوري الصيني هذا بطبيعة الحال شيء أكيد. كورونا يزعزع مشاركة الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا المقرر أنها تكون في قادم الأيام، خصوصا أن الاتحاد الكويتي والاتحاد البحريني رفضا استضافة الأندية الإيرانية التي من المقرر أنها تلعب ضد التعاون السعودي والنصر السعودي. هناك شائعات بإمكانية تأجيل مباراة نابولي وبرشلونة. لما تدخل في جوجل تريد تقرأ عن برشلونة ونابولي، أول خبر تشوفه محمد أنه ممكن تتأجل، هي إشاعة طبعا. هي كان في خوف من هذا اللقاء، لكن إيطاليا أكدت أنه المسافة 800 كيلومتر والمرض لسه ما وصل، وبالتالي الناس لازم تحاول تعيش حياتها الطبيعية، ما بتقدر تستسلم لفيروس أساسا. إحصائياته القاتلة شوي يعني مش مرعبة بقدر ما السوشيال ميديا مقارنة بأمراض أخرى إجت زي السارس أو شيء. بالنسبة للإيران أو اللي صار مع إيران، واضح جدا أنه كان في تأخير بالتعامل مع المرض، فالمرض ضرب بلدات وضرب مدن وانتشر. وأنا مستغرب من الاتحاد الآسيوي صراحة، يعني واضح يعني عندك كوريا، اليابان، الصين، بنتكلم عن أهم 3 دول من شرق آسيا عندها مشكلة واضحة، وبنتكلم الآن عن دولة أيضا موجودة على مشارف الخليج العربي. طبعا يجب تأجيل البطولة، يعني فيش داعي للنقاش، يعني داعش كبير تفكير. هي المسألة أرواح الناس أهم من مسألة لمين حق البث ولمين كذا، أرواح الناس أهم بكثير، واضح يعني داعش كثير نقاش. أجل الموضوع، ما تخلي الهلع، لأنه أنت لما تخلي الشاب اللي عمره 15 سنة يتكلم بكورونا والشاب اللي عمره 12 سنة، عم تزرع الرعب بكل الناس، وهذا مش الحال المطلوب الآن.